وصل ورعة البساعات أسامة شهد المزيد من التفاصيل. بداية هذا الفيديو مع نارين وشيرين اللي ظهروا مؤخرا في سيارة شيرين، وكانوا عم يجاوبوا على أسئلة الجمهور، وفجأة رامي اتصل على نارين وعلق المعجبين على هذه اللقطة إنه نارين عم ترد على رامي بصوتها الشتوي. مو هون بيتنا؟ وينك بيبي؟ يلا أنا كمان I'm going back home to get ready. أوكي يلا باي. زين خصوصي. أما غيت مروان وأسامة مرواف، اللي ما بيعرف أسامة خلى ساعته عند غيت، وغيت رافض يرجع له ساعته وبده يخلي أسامة يلبي كل طلباته بعدين يرجع له إياها. امبارح صار وراء لبسة ساعة أسامة. ساعة هيك إنه عادي لو خربتي ولا بدك ساعة مرتبة؟ أكيد عادي لو خربتها بس تكون مرتبة. إذا مرتبة عشان أعطيك ساعتي. لا لا عادي لو خربها. مبهدلة؟ إيه مبهدلة. شوف عياسك، حتى لو مش عياسك مو مشكلة عادي، ترند يعني جديد، ديزاين جديد، يعني هاي ما إلى قيمة يعني، فأنت شوفي اللي بدك إياه. أوكي عادي بشوف الساعة من هون. شوفي أيوة. حتى إيه حبيبي لا تحركي هيك كتير لأن مش أصلية. أوكي نرفعها لفوق. كل جديد بشرفكم، كيف بالله عليكم كيف حبيتي ماما أنتي؟ كم تقييمك لللوك الجديد؟ من 20 من مليون، 20 من 20، 20 من 10، 15 من 13، 2.5 من 7.